guys, welcome back to a new episode من Slam Break. This week رح نكون عم نحكي عن Lebanese first dates or acting 101 مثل ما بحب سميه, لأنه ما في شيء بالLebanese first date أو بأي first date en general بدل على صراحة أو على مستقبل الكابل, happy couple اللي عطول they find love at first sight, they fall in love, بتروح تشتري الفستان, بروح بيشتري البدلة لنبلش. أوكي, صار في liking يلي هو we swipe right, we swipe left, Tinder, we like on Facebook, we like on Instagram, slide into the DMs. هيك صرنا, this is love. هلا you ask her out on a date, she says yes, or you ask him out on a date, he says yes, equality. Okay. ف anyway, ايش عن هذا الفيرست ديت؟ ان هذا الفيرست ديت اجاد البنت نتفت حالها, شعر, ميك اب, ضفير, ريدي, بيرفكشن, شاب راح قص, حلا, تحمى, ديودوران, رول اون, كل شيء, وحلا, as in many places, not just one. Anyway, هو ردي لشي, هي ردي لشي, هي عم بتخطط براسة, because girls tend to be more romantic than guys. Guys are more animalistic بطريقة شوي. Anyway, فهي عم تفكر بي انه maybe this is my future husband. Maybe this is another asshole. I don't know, بس انه I want to give it a chance. هو عم بفكر maybe this will lead to sex tonight. Or maybe بتطلع انه اخ. You never know. ف make sure انه قبل ما تظهروا انتو الديت مع بعض, لما هي تقلكن انه لا ما قلت لرفقاتي انا انه تعرفت عليك, او هو انه لا ما حدا بيعرف انه تعرفت عليك, انه let's just keep it بيناتنا هالفترة وهيك انه نتعرف على بعض شوية اكتر, be sure انه all her friends know, all his friends know, وشايفين صور ويعني فلترين على بعض, عارفين كل شيء عن كل شيء صاير. Anyway, وصلنا, you come to pick her up or she comes to pick you up, again equality. Okay, so you pick each other up, okay, ورايحين على الدينر. إذا قلنا رايحين دينر, okay, بيوصل هو حاطط هيك ميوزك على الخفيف كتير على الرايق هيك, لابس الشميز, شعر مزبط حاله, كل شيء كتير رايق كتير رواق. بتطلع هي بالسيارة, هاي وهاي وهيك, هون بلش التمثيل, okay, لأنه هي يمكن تطلع بالسيارة وبتخلع الباب وراها, بس تطلع, بس لا هالمرة تطلع بالسيارة وهيك. هو يمكن بيسوق مثل الحيوان, يمكن بيمشي 150 على الطريق بتوينات فايت مشمر ويمين, بس هالمره رح يسوق 20 و30 و50 وعلى الريق على اليمين ليكزدرو كرمال انه رح نتعرف على بعض نحن بعد شوي. Make sure انه any information you get on a first date is a lie, is a big fat lie. اوكي, يا لنبلش. وصلنا على العشاء, اجى المنيو. اول شيء بيجي الويتر انه بتحب تأرجله, هي انه لا انا ما بأرجل, نيا تفه. هو انه لا لا ما, هي بتكون بعد عن راس الأرجيلة بالبيت, هو بيكون بعده طافي سيجارته أول ما يوصل لعنده, ومحمم حاله بالبارفان, يعني كمان مثلا هي ما تشم 16 منت بيتمه, مش مشكلة. أوكي, عملنا حالنا نحن كتير هالتي رحنا وانا ندخن, ما نطلب أكل. هلا الشاب يوجلي بيطلب لايك بلا, أنه لا مش ساندويش ولا برجر, بدي بلاك شي بشوكل السكين, لبين أنا كتير كلاسي وأنا كتير مرتب وابن عائلة وأمي عارفة تربيني وحطت لي شوكل السكين بإيدي, شوكة بشمال أو باليمين ما بعرف. anyway, البنت عطول انا عامله دايت ما باكل, باكل سلطات او شيء ما بعرف, انه ماني كتير جوعانه لانه ما في اكل اصلا, انا كتير ما باكل كتير اصلا. بيتش, بتكون بعدك اكله تو برجرز بالبيت مع بيتزا كمان, ما تجوعي بالديت لا تعملي حالك انه انت بتاكلي, انه انا كتير سمباتيك وكتير انه ما باكل ولا شيء واو شو يعني اكل. ببلشوا يحكوا, بيجي الأكل. هلأ هي أنجا عم بتنقود بأكله, وهو كمان إنه كتير آخر همه الأكل, لأنه بده يطلع بعيونه وجماله وبده يوصل مساجات لبعض, إنه هن I like you, I really like you, I want to spend the rest of my life with you or just the night. أوكي, بلش الحديث, بلشنا نتعرف على بعض. هلأ كل شيء هي بتقوله هي has to agree with, أوكي, ما في حل وسط. يعني إذا هي قالت له شو برجك دالو, بس انا قريت انه للدلو بيجوا شوي هيك عنيدين وهيك, اكيد بيجوا عنيدين وهيك, انه ايه انت واو شو بتعرفي اشياء, واو my favorite color is pink, my favorite color is pink, my favorite movie is the notebook, احلى فيلم عندي, اجمل فيلم عندي, كل ما احضره ببكي, I love that movie, يعني مش معقول, مرات بحب اقتل العالم, بحلم كيف في اقتل العالم وهيك اتخلص من الجتت تبعهم, I find it very relaxing. أنا كمان بحب أقتل العالم, يعني anything, just please let me get into your pants ليلى. guys,
anyway, اجا تشيك قال الشاب على طول هو من بيت كرم. اوكي نزل من زحله من بيت كرم ووصل لهون هو بده يدفع هو. هلا there are two things girls, comment, this is an advice for you. اوكي okay? As a guy I'm giving you an advice بشغله مش سكسزم هلا بس مشونه. اوكي okay? If you're on a date with a guy, اجا تشيك. هلا الشاب كان first date مش عم بقول هو مفروض يدفع ولا انه انت مفروض تدفع. It's either half half او انه اذا هو اصر انه هو يدفع tricky. It's fine. It's like a tradition kind of thing. However, إذا أنت عرفتي إنه أنت رح تخليه يدفع بس إنه أنت مش عارف كيف توصل المساج, أبشع طريقة توصل فيها المساج هو إنه لما يوصل التشيك أنت طلعت تليفونك إيه أو تعملي هيدا طلع بالتشيك وفي يعني no. It means that you are a cheap hoe. اوكي يعني مانك مستعد تدفع مصاري, مانك مستعد حتى تمثلي يعني تمد ايدك على البوشات. ما انت مد ايدك على البوشات هو ما رح خليك تدفع دان, ما هو حاسب حسابه انه ما ديت قال يعني هو رح يدفع. الشاب عارف حاله من الاول. اوكي سو جست انه ليت ات هابن او هاف هاف, يو دونت اوي ايتش اذر اني ثينج ييت. طلعنا بالسياره, رحنا بالسياره في مسكه الايد, في فوق الفتاز, في على ايدك على اجره او لقطين ايدين بعض بعض هيك. لا تجي اكوردنس تبع اذا صارت ذا فيرست كيس او whatever happens. حسب بيت مين فاضي, you know. Anyway, وصلنا بتصير هيدا انه بدي اربعه على بعض بطريقه انه ايه وانا كثير انبسطت معك الليله, انا كمان كثير انبسطت معك الليله كثير. ولا مره حسيت بهالكونكشن قبل مع اي بنت من قبل عن جد, انه same here same same same. بقربوا done. اوكي هلا post first date, طلعت على بيته راح على بيته. هو عم يفكر براسه انه yeah I got a kiss, يعني it's a sign later on ممكن تطلع لي اشياء تانية if I keep playing the fake part. هي براسه انه oh dear diary, tonight I found my husband, he was a nice person. تخبر امها وامها انه ماما شو بشتغل وخليه يجي يتعرف علينا وهيك. biggest mistake ever. ولا مرة من بعد اول date او تاني date تعزموس شارع بتضر معه ليطلع يتعرف على عائلتكم. No, I don't want that. He doesn't want that. No one wants that. Okay, ولا شاب بده هيدا الشيء. بعد شهرين ثلاثة of dating يمكن. Okay, وحتى even then it's nothing serious. يعني بس عم بقول لها انه هاي انا عم بظهر مع بنتك, that's it. مش انه ايه وين المحبس وانت بدنا نفرش الصالون. بلاش نطلع نشوف بيوت. No, okay, done. Okay, so guys, خذوا هالادفايس. Live by them. These are the rules to abide by on a first date. كل شي بينقال كذب. اوكي انتبهوا شوي على شو بدكم تقولوا, انتبهوا شوي على شو عم تفكروا. و that's it. Like, share, subscribe. I will see you guys in a new video next week. See ya.